بسم الله بسم الله الرحيم بسم الله بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم ومساكم بكل خير. الله يعطيكم الصحة والعافية وراحة البال. يوم جديد معكم الليلة المغامر عبد الله العنبري في مغامرة جديدة. طبعا جماعة الخير وصلت الموقع وهذه البداية. طبعا جماعة الخير الموقع هو عبارة عن سكن عمال سبق غامرت في هذا الموقع ورجعت تقريبا بعد سنة في هذا المكان. والليلة راح أدخل الموقع والموقع كبير وحاول أغطي جزء منه. المكان فيه له كلاب وفيه له أشياء كثيرة لكن الحافظ والحامي الله وحده. وقبل ما نبدأ المغامرة كلنا نقول مع بعض أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله توكلنا على الله. طبعا هو المكان ذا معروف، سبق جيت المكان ذا يعني هذا. بسم الله وش ذا؟ وش التكسير ذا منكسر؟ يا حد جيت المكان ذا قبل 3 أو 4 سنوات. في أحد؟ في أحد؟ في كلاب في المكان. ولا كلب شايف انا يا جماعة الخير. بسم الله هذول جن ولا كلاب يا جماعة؟ ما في ولا كلب في المكان، ما في كلاب. اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. كلب أسود. بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلب أسود كلب أسود كلب أسود كلب أسود كلب أسود شفتوا؟ شفتم الكلب الأسود؟
كلب أسود المرة هذه، مو بس أسود يا جماعة، كلب أسود. شفتوا؟ من تعوذ من الشيطان وواجهت الصوت ابتعد. يا أحد هنا؟ أدخل الغرفة هذه، أروح بعدها البنايات اللي بعدها. بسم الله، أول مرة أصور في المغامرة كلب أسود. بسم الله، في أحد؟ مع المطر كيف صار؟ الوضع تمام، شوفوا ايش ده، هذا الكلب ما له ظل. بسم الله الرحمن الرحيم، بجعني يا الله، استغفر الله العظيم من الشيطان، اعوذ بالله. ايش ده؟ والله حس بشيء اول شيء، ما عليه. هنا كان في بناية الظاهر،
بسم الله ندخل المكان ده. شوك بسم الله. يا حد المكان ما جيت افتح شوف الشجره هذه وش كبرها. ماش الوضع طبيعي حتى الان ما عدا الكلاب اللي ظهرت في البدايه. شوفوا إذا لاحظتوا شيء أو شفتم حاجة أرسلوا على الخاص. المكان ذا جيتوا قبل كان غير والآن تغير المكان. بس الخوف الأماكن هذه اليومين هذه. بسم الله. شوفوا يا جماعة السكن بدا ينهار مع المطر والامطار الغزيره. شوف تغير. ممكن يطيح في اي يوم في اي لحظه. شوفوا هذا طاح. اوه شايفين السكن بكبره طاح. شفتوا الله يحفظنا يا رب. بسم الله. في احد هنا؟ هذه الشجرة الكبيرة. المكان مخيف
مرعب وموحش. لكن سبحان الله حتى الآن شيء بسيط، يعني ما في شيء إلى الآن يعني الفت النظر ما عدا الكلب الأسود عزك من الله. في أحد؟ والله ما تعرف أحيانا تشوف الدأ خل شيء حاجة إيش يكون. دورة المياه ايش الصوت ده؟ يا حد وضع طبيعي ايش كان شفت في الشجر شيء؟ في أحد هنا؟ بسم الله. أوه. شيء ابيض هنا قسما بالله كاني شفت شيء ابيض. يا حد حال جسمي وقف شوف حال جسمي وقف يا حد سمعته شمع كاني سمعت صوت أطفال صوت طفل
الشجرة كيف شكلها؟ يا حد شفته بسم الله الله هذا المظل اللي طارت أصوات أطفال سمعتوا والله صوت طفل في أحد بسم الله بسم الله الرحيم بسم الله بسم الله أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق إيش هذا بسم الله بسم الله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله من شر الرجيم غبار بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أسمع الأصوات سمعته أسمع صوت الأطفال قلبي عبرني قسم بمن اللي شفت كأنها جنازة لا إله إلا الله صوت الأطفال ما فيه اختفت الأصوات أعوذ بالله والله قلبي يعورني قسم بالله قلبي يعورني بسم الله كم مكفن هنا من فوق قديم يا جماعة
والله كأني ماسك جنازة قدامي، قسم بالله العظيم، والله كأني ماسك جنازة. بسم الله، والله طيحة بني آدم إذا مو طيحة قماش. الأطفال من أمسك هذا يجي الصوت من أثر يروح. طبعا يا جماعة الخير راح أخرج من الموقع، ربي يعطيكم العافية. من الخروج أي ملاحظة يسي بسار أرسله على الخاص يا جماعة الخير، بخرج من المكان، بخرج من المخرج هناك. ما جيت من هنا، بسم الله نشوفكم على خير. نشوفكم على خير جماعة الخير، دعاة الله فمان الله، مع السلامة.